اهلا بحضراتكم من جديد. الناس اللي مزعلها قوي ان في لعيبه تقول الجنيه بتاع الاهلي ب 10 وهي عارفه قيمه الاهلي وبطولات الاهلي وحوافز الاهلي ومكافئات الاهلي. لا يا سيدي ما تزعلش قوي، ده في ناس قالت ندفع فلوس ونلعب في الاهلي، وناس من الزمالك بالمناسبه. كابتن الكبير الكابتن حلمي طولان له راي في قيمه النادي الاهلي وقيمه اللعبه في النادي الاهلي، ورايه كانت نصيحته هتبقى ايه للاعيبه مشيت من النادي الاهلي. مش كلامنا، كلام الكابتن حلمي طولان نجم الزمالك ومدربه السابق المحترم، نسمعه. لو فتحي ورمضان يا كابتن سالوا حضرتك نقعد في الاهلي ولا نروح بيراميدز، كنت قلت لهم ايه؟ في الاهلي طبعا. بص، في انديه ادفع فلوس عشان العب فيها وعشان اقعد فيها. انديه تضيف لي، مش تاخد من رصيدي. انديه تضيف لي بشكل كبير. الا اذا كان تفكير مادي بحت. الا اذا كان التفكير مادي بحت. لكن الزمالك الاهلي ادفع فلوس عشان اقعد فيهم والعب فيهم. طب حضرتك لو لعيب بتلعب في الاهلي وبتاخد 15 في السنه. ايوه. عشان تروح نادي تاني تاخد كام؟ لا مش هاخد حد، انا هقعد في النادي الاهلي. انا فاهم، فاهم. انا قصدي المقابل يكون كام عشان اللي هو ايه افكر. مش اقل من 100 مليون طبعا. ليه؟ انت وراك جماهير، وراك جماهير. دي الجماهير دي لما بتشجع تساوي ملايين الملايين. بالنسبه لك انت هتروح نادي بلا جماهير وبلا تاريخ. انت في نادي تاريخه اقدم نادي في افريقيا وفي مصر. فانت بتلعب في تاريخ ونادي بينجم اي حد، حتى المدربين اللي بيجوا النادي بينجمهم. يعني اوعى تفتكر ان المدربين هم اللي بيكسبوا النادي الاهلي. لا 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 لا، دي المنظومه هي اللي بتكسب المدربين. المنظومه هي اللي بتكسب المدرب اللي بيجي النادي الاهلي بيتنجم. هي دي القيمه، هي ده النادي اللي بيضيف. ده كلام ما يزعلش، ده كلام الكابتن حلمي طولان.